السلام عليكم أحبائي، ومرحبا بكم من جديد في القناة. اليوم بغيت نوريكم كيفاش صاغبت العيد الميلاد ديال الابن ديالي، وخصوصا الجنس ذكر. ولدي عنده 5 سنين، الا ان واحد الحاجه الغلط اللي درت انني بالغلط خديت رقم 6 وهو عنده 5. الا شفتوها في الفيديو كنعتذر. anyway ان بغيت نعطيكم غير فكره كيفاش تصاوبوا وليداتكم دير ديكور ديال العيد الميلاد وبلو تيم ديال ماريو بروس. ولدي كيحماق على ماريو بروس من لعاب جيم، حتى من الشيت عنده ماريو بروس تي شيرت وريفر. سو قررت انني نصاوب له ديكور على لو تيم تاع ماريو بروس، خصوصا في العيد الميلاد ديالو، مع انني ما درتلوش الحلوه بيدي. It's not homemade but شريتها من محل وزوقتها لواحد السيده الله يكثر خيرها. سو شنو خديت هاد اللوازم، انا وريتكم في التقديم كيفاش صاغبت، وانما غادي نمشيو في المرحله الاولى اللوازم اللي خديت من كما شفتوها انتما النمره 6، وانما هو عنده 5 سنين بالغلط خديت هذيك ديال 6 او سيارة بدولار تري. خديت جوج الانواع ديال النفاخات في الحمر والازرق، وكذلك الفرشيطات في الحمر، والنابكان خديتهم في الحمر والازرق، وطبيصلات صغار خديتهم كذلك في الحمر، وهذا النوع هذا بلاستيك والاخر ديال الكاغيط في الازرق. وهادو شرائط كتزيني بهم، راه كما شفتوا في التقديم راني حاطاهم علقتهم ولصقتهم بالسكوتش في البلاكار. هذاك داك هي البلاصه اللي جاتني فيها انني نصاغب داك، وما لقيت الشرائط في الزرق، ولكن بغيت نخرج على لوتام لان ما جيت نكثر داك الزرق والاحمر، خديت شرائط في البيض. وهذا الغطاء ديال الطبله حتى هو بلاستيك كتستعمليه وكترميه جوتابل. هادو بارتي بلو اوت. سو هادو خديتهم مع انني ماشي عرض الناس بزاف، غير عيد ميلاد غير العائلي. وهادي لاتر باونر كتعلقيها فيها هابي بيرثداي، حتى هي غير بدولار. وكنت كنقتني شي حوايج اخرين من غير اللوازم اللي غادي نحتاج لعيد الميلاد. هادو بومبوم كنحتاجهم بالنسبه بهذاك المقبض بالنسبه للطفله ديالي صغيره عندها عام، كتستعملهم غير باش تعلم كيفاش تقبض، وكذلك الارقام. هادو كذلك هادو كليبر بالالوان، غادي نستعملهم في انشطه تعليميه او ترفيهيه. وكذلك هادو شي يقولوا لهم تلقاهم في دولار تري، راهما كنستعملهم غير بالنسبه للطفل اللي عنده عام حتى العامين باش يتعلم يحطهم. فكتاخذي واحد الطاسه ودير فيها ثقب باش يعرفوا كيفاش يحشيو، وسورتو باش يتعلموا يحشيو سترو تي اللي كنشربوا به العصير. وكذلك خديت هادي كيسان العيد الميلاد في الاحمر والازرق، من حسن الحظ لقيتهم. وهادو خرجتهم من الانترنت، غادي نقطعهم وندير لصقهم في الكيسان في الوجه ديال الكاس. وخديت هادو باكيه ديال سايد وورد او رايمين، وحده فيها 36 alright. وهادو نتاع حالة الطقس او ويذر، بغيت نلصقها لولدي حتى جا كنت صاوبتها خرجتها من الانترنت كامبريمي، ودابا لقيت هذه موجوده كتلصقيها في الحيط ولا في البلاكا، ومفيده للدراري باش يتعلموا الطقس. وخديت هاد البالونات غير جوج، وهادو صاوبتهم في الاخر ديال الفيديو غادي تشوفوا كيفاش صاوبتهم. خديت الكرتون وجبت هاد التصاور هادو، جبتهم من الانترنت وقطعتهم ولصقتهم عليهم. غادي نحطهم في الحيط وغادي نديكورا كما شفتوا في البدايه ديال الفيديو، راني علقتهم. سو هادو هما المشتريات اللي خديت من دولار تري، از سو تشيبر. كاينين محلات اخرين، و
وانا ما عرضتش الناس يعني غير عيد ميلاد عائلي الاب ولا كنتوا باغين بالنسبه غادي تعرضوا لصحاب الطفل ديالكم او الطفله والعائله تتكون كبيره. سو ها كيفاش انا صاغبت هذوك لي تيم ولا لي كاركتر ديال ماريو بروس. كما قلت لكم خديتهم من الانترنت او خرجتهم امبريميتهم من الكمبيوتر وقطعتهم وجبت كنرسم على الكرتون اللي عندي. كرتونه قديمه عندكم في الدار بوكسز وقطعت عليه او قطعت داك الشكل ديال النجمه او الراس ديال ماريو او اللي حبيتو نتوما على حسب لو تيم اللي عندكم ديال بليداتكم. باغ اكزومبل بالنسبه لبنيته راه كيعجبها عجبها البرنسيس سوري سو قطعتهم ولصقتهم وعملت واحد تقيبه غير على الراس ودخلتهم خيط شويه غليظ ولا ريبون وعلقتهم في الحيط. كاني وحدة علقتهم ككادر ديال بيكتشر في الحيط وكاني وحدة علقتهم في السقف وهكا الوليدات كيفرحوا. انا استعملت هذا ديال الضو اللصق ديال الضو. كنتمنى انني فدتكم في هذا الفيديو وكنشكركم على المشاهدة ونلقاكم ان شاء الله في فيديو تاني من جديد.